لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم شعائر الحج إلى بيت الله الحرام. وكنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن أيام التشريق وعن أعمال الحجيج في أيام التشريق، وأذكركم بأن الحاج يطالب في أيام التشريق بشيئين أساسيين، وهما رمي الجمار الثلاث بترتيب، كأن يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، والمبيت بمنى أو تحقيق جزء من الليل في إطار المبيت بمنى. وقد قدمت لكم صورا ثلاثا يمكن اتباعها، وهذا من باب التيسير ومن سعة رحمة الله تعالى، ولنا في ذلك دليل وعمدة، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وغيرها من السقاة والرعاة وأصحاب الحاجات أن يمكثوا بمكة، رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولأهل العلم أقوال كثيرة، ولكني قدمت لكم خلاصة وحوصلة ما يمكن أن يقدم في مثل هذه الدروس المقتضبة التي نقدمها إلى عموم ضيوف الرحمن. هناك أمر وددت أن أنبه إليه. إذن بالنسبة للأعمال، رمي الجمار، تحقيق المبيت بمنى، الصلوات في أوقاتها، نقصر الصلوات الرباعية نصليها ركعتين فقط بالتقصير تخفيفا من الله تعالى، أن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من تلاوة القرآن، وأن نكثر من التضرع للملك الديان، أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من طلب الجنة وحسن الخاتمة، أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لأبنائنا ولآبائنا وأمهاتنا، أن ندعو لبلادنا، أن ندعو لعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نعم يا إخوة الإيمان، الرمي للجمرات الثلاث يكون يوم 11 ذي الحجة، وهو يوم واحد أيام التشريق، أول أيام التشريق. في اليوم الموالي نفس الشيء، نرمي الجمرات الثلاث، الصغرى فالوسطى فالكبرى. وهنا مسألة أود أن أشير إليها، هي مسألة التعجل والتأخر. من نوى التعجل، أي أنه سيرمي يومين فقط، سيرمي يوم 11 ويوم 12 فقط، يعني يوم الثاني عيد ويوم الثالث عيد، من نوى التعجل عليه أن يخرج من منى وأن يغادرها قبل أذان المغرب، لأنه لو أذن المغرب وهو بمنى وجب عليه أن يبيت ليلة أخرى وأن يرمي اليوم الثالث من أيام التشريق. هذه مسألة غاية في الأهمية، من نوى التعجل عليه أن يخرج من منى وأن يغادرها قبل الغروب يوم ثاني أيام التشريق، يعني يوم الثالث عيد. وأكثر البعثات المنظمة للحج المعمول به الآن أنها تنوي التعجل، أي أنهم يتعجلون ولا يتأخرون.
كنت قد ذكرت لكم في حصص سابقة أنه يمكن للحاج أن يتنقل بين مكة وميناء، يكون تنقله هذا وكلفته على حسابه الخاص، فالبعثة الرسمية تصل بالحجيج من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام إلى ميناء، ثم بعد ذلك تنقلهم إلى مكة بعد انقضاء أعمال أيام التشريق. أما من أراد أن يخرج إلى مكة ويعود إلى ميناء فذلك على نفقته الخاصة. إذن المتعجل يجب عليه أن يغادر ميناء قبل الغروب ليوم الثاني من أيام التشريق، وإلا لزمه المبيت ليلة أخرى، وأن يرمي غدا الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الأول والثاني. ومن أراد أن يتأخر فلا إثم عليه، وذلك أفضل وأكمل، يمكث ليلة أخرى وسيجد ساعة، لأن أغلب الحجيج ينفضون في يوم الثاني من أيام التشريق، ويرمي اليوم الموالي اللي هو ثالث أيام التشريق واللي يقابل يوم رابع عيد، ثم يخرج إلى مكة المكرمة. هنا يا ضيوف الرحمن، وددت أن أخاطبكم في مسألة رمزية رمي الجمرات، فما الحكمة منها؟ وما الدرس المستفاد؟ وما هي الغاية التي سيحصلها الحجيج من هذه العملية؟ وأشير هنا في إطار تصحيح المفاهيم أن المؤمنين حين يرمون الجمرات لا يقصد من هذا أن الشيطان قائم يعني على الشخص والناس يرمونه بالحجارة كما يتوهم بعض الناس، ولذلك نجد بعض الناس يرمي الحجارة ويرمي الأحذية ويرمي الأمتعة ويصيبه شيء من الحماس عند رمي الجمرات. المسألة أعمق من ذلك. تذكروا هنا يا ضيوف الرحمن أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين جاءه الشيطان ليثنيه عن عزمه وليخذله وليرده عن تنفيذ أمر الله تعالى في ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ استعصم بالله وتذكر الله وعمد إلى الأرض فأخذ سبع حصيات ورمى بها الشيطان وهو يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر. ما معنى هذا؟ ما معنى أن تقول الله أكبر مع كل حصاة؟ أي الدرس المستفاد أن الله هو أكبر من شهوتك وأكبر من رغبتك وأكبر من نزوتك وأكبر من مغريات الدنيا وأكبر من الشيطان، أي أن أمر الله مقدم على كل أمر، وفرض الله مقدم على كل فرض، ودعوة الله تعالى مقدمة على كل دعوة. وأنت ترمي هذا الشخص، اعلم هناك عملية رمزية، أنك ترمي كوامن الشر في نفسك، كأنك ترمي كل خطيئة وكل ذنب وكل عادة سيئة في نفسك، وبذلك اعلم كأنك تعاهد الله تعالى أن تسير على خطى الأنبياء والمرسلين. فكما نجح خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فارتقى، ونجحت هاجر عليها السلام وارتقت، ونجح إسماعيل عليه السلام وارتقى، كذلك أنت مطالب يا ضيف الرحمن أيها الحاج الكريم مطالب بالارتقاء. إذا وقفت يوما أمام محنة أو ابتلاء أو خطيئة فتذكر عهدك مع الله، فأنت ترمي الحصاد كأنك تعاهد الله تعالى أن يكون هو الأكبر في عقلك وهو الأكبر في حياتك وهو الأكبر في قلبك، لا تقدم على أمره شيئا سبحانه وتعالى، لا تقدم على حكمه حكما آخر سبحانه وتعالى، كأنك تعاهد الله تعالى تعاهده جل وعلا أن يكون هو الأول والآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى.
إذن الرمي بهذه المعاني وهذه الرمزيات هو رمي لكوامن الشر في النفس، هو رمي للشهوات والنزوات والمغريات، هو عهد من الله تعالى ألا تعود لمعصيته، وأن يكون في سلم الترتيب هو الأول سبحانه وتعالى، فأنت مع رمي الجمرات تجدد عهدك مع الله تعالى. ثم اسمحوا لي يا ضيوف الرحمن أن أقدم بعض النصائح في الرمي. أولاً، لا يجوز أن يرمي الحاج الحصيات السبع مرة واحدة، فمن فعل ذلك تعد حصاة واحدة وعليه أن يتم ست حصيات، وهذا منهي عنه. لا يجوز رمي الشاخص بالأحذية ولا بالنعال ولا بالأدوات. لا يجوز سب الشيطان ولعنه، وهنا الحصاة بينا في حصص سابقة أنها تكون أكبر من حبة الحمص، أكبر من حبة الحمص، وأصغر من حبة الفول. ولذلك يا إخوة الإيمان انتبهوا إلى هذه المعاني واستشعروا فضلها واستشعروا بركتها واستشعروا خيرها، فأنتم تتعاملون مع قيوم السماوات والأرض. وأنصحكم ألا تزاحموا، وأنصحكم ألا تؤذوا أحدا، فكونوا رفقاء بإخوانكم، كونوا رفقاء بضيوف الرحمن في حرمه الأمين سبحانه وتعالى. فإذا أتم الحاج مناسكه بمنى، إذا كان الحاج كمل رمي الجمرات وحقق المبيت ونوى التعجل مثلا وسيخرج إلى مكة المكرمة، هنا البعثة الرسمية التي تنظم سعيكم في الحج هي التي تتكفل بنقلكم إلى مكة المكرمة إلى أماكن إقامتكم. فعند ما يخبرونكم بموعد الخروج تعدون أغراضكم وحقائبكم وستتوجهون إلى مكة المكرمة إلى مكان إقامتكم، وهناك سننظر في أحوالكم وفي تصرفاتكم. يا ضيوف الرحمن، ها أنتم قد عدتم إلى مكة المكرمة بعد أن أتممتم شعائركم في منى، قمتم بتحقيق المبيت، قمتم برمي الجمرات بالترتيب الذي ذكرنا، أديتم صلواتكم في أوقاتها، أكثرتم من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الدعاء، وعدتم الآن راشدين غانمين إلى مكة المكرمة. نوصيكم هنا بالاستمرار على طاعة الله، بالاستمرار على حسن معاملة إخوانكم ضيوف الرحمن، بالاستمرار على حسن التعامل مع المرافقين والمسؤولين والمرشدين، فلا تختلفوا، وإياكم والغضب. وأذكركم بشعار الرحلة الذي أرسيناه منذ الدروس الأولى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إياكم والجدال، إياكم والخصومة، إياكم والاختلاف يا إخوة الإيمان. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل رميكم، وأن يتقبل دعاءكم، وأن يتقبل مبيتكم، وأن يتقبل سائر أعمالكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده المقبولين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف لفاصل إشهاري ثم نعود مع حضراتكم يا ضيوف الرحمن، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعود يا ضيوف الرحمن، نعود إلى مكة المكرمة حين يفيض كل الحجيج الميامين من منى إلى مكة المكرمة، فيتوجهون إلى أماكن إقامتهم.
فما المطلوب منهم الآن يا ترى؟ أولاً ينبغي أن ننظر في حال الحجاج، فننظر فمنهم من جاء إلى مكة ليلة العيد أو صبيحة العيد أو يوم العيد، فأقام طواف الإفاضة، أتى بطواف الإفاضة وأتى بسعيه بين الصفا والمروة، ثم عاد بعد ذلك إلى منى. ومنهم من لم يأتي إلى مكة المكرمة، حيث أنه بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصر مكث بمنى ولم يأتي إلى مكة ولم يطف طواف الإفاضة، ويمكن أن يكون بثياب إحرامه، ويمكن أن يكون قد تحلل بتحلله الأصغر واغتسل وارتدى ثيابه، فلا بأس في ذلك. نتوجه الآن إلى من لم يطف طواف الإفاضة، رجلا كان أو امرأة، صحيحا أو مريضا، كيف سيكون العمل؟ هؤلاء الحجاج الميامين ندعوهم الآن إلى إتمام حجهم بإقامة الركن الرابع من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، فيدخلون البيت الحرام ويطوفون بالبيت سبعا بالشروط التي قدمناها سابقا، فمن كان عليه سعي أيضا كالمتمتع مثلا، وكمن أخر السعي لمرض أو لعذر فيطالب بعد ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، فمن فعل ذلك فنبشره بالقول، نقول له حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة رابحة لن تبور. وهكذا يتم كل الحجاج الميامين مناسكهم، أعمال أيام التشريق، طواف الإفاضة، السعي لمن لم يسعى، وبهذا تكون أعمال الحج قد تمت والحمد لله. فلننظر في الحجاج الآن، ننظر إلى المتمتع فنجده قد اعتمر وحج، وننظر إلى القارن فنجده قد اعتمر وحج، وننظر إلى المفرد فماذا نجده فعل؟ نجده قد حج ولم يعتمر. المفرد الوحيد الذي حج ولم يعتمر، فكيف سيفعل في عمرته؟ المفرد يا ضيوف الرحمن ينتظر آخر أيام التشريق، يعني يوم رابع عيد بعد غروب الشمس، لا تحل العمرة يعني يوم ثالث أيام التشريق، ولو تعجل وأتى من منى بعد اليوم الثاني من أيام التشريق لا يجوز له أن يعتمر، فالعمرة لا يفتح بابها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وأيام التشريق تنقضي مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وبذلك ندعو السيد المتمتع ندعو السيد المفردة وأختنا الحاجة المفردة يتهيئان للخروج للإحرام. لماذا؟ ليتم نسك العمرة. فالمتمتع حج واعتمر، والقارن حج واعتمر، أما المفرد فيعتبر قد حج فقط ولم يعتمر إلى الآن. فبانقضاء أيام التشريق نهيئه ونذكره ونقول له استعد لإقامة العمرة وشعائر العمرة. وهنا تذكرون أن إحرامنا كان في الميقات خارج مكة، من أماكن الوفود والوصول إلى مكة المكرمة، كل من موقعه. طيب، فماذا يفعل من أراد العمرة وهو مقيم بمكة؟ ينبغي أن يخرج إلى الحل. وقد ذكرت في حصة سابقة أن المحرم ينبغي أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، إما أن يحرم في الحل ويدخل إلى الحرم، وإما أن يحرم في الحرم كالمتمتع الذي يحرم في مكان إقامته أو في المسجد الحرام ثم يخرج إلى الحل
إلى عرفات. السيد المفرد سيخرج للإحرام، أين سيحرم؟ سيحرم في التنعيم، والتنعيم الآن يعرف بمكان اسمه مسجد عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا سمي باسمها التنعيم؟ لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها حين أهلت بالحج حاضت، أصابها الحيض وداهمها الحيض، فأرادت بعد انقضاء حجتها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها الله سببا لإعادة العمرة وتكرار العمرة كما سنبين، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعيد عمرة، فأمر أخاها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم، وسمي ذلك الموضع بعد ذلك بمسجد عائشة، ويبنى عليه الآن مسجد كبير محترم جدا، فيه دورة المياه وفيه بيت للصلاة. فيخرج من أراد العمرة إذن وهو مقيم بمكة يخرج إلى التنعيم ليحرم هناك في الحل، ثم يدخل بعد ذلك إلى الحرم ليقيم سنن، ليقيم أركان وسنن وواجبات العمرة كما سنبينه. إذن يمكن للمفرد أن يخرج بعد صلاة المغرب أو أن يخرج بعد صلاة العشاء، وأنا أنصحه أن يحافظ على الصلوات في المسجد الحرام وأن يخرج بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر إلى التنعيم ليحرم. كيف سيكون إحرامه؟ يتهيأ من بيته فيلبس الإزار والرداء، وعلمنا فيما تقدم أن الإحرام هو النية وهو الشروع في أعمال الحج والعمرة، فيذهب إلى التنعيم مغتسلا من بيته منظفا جسده، فإذا وصل إلى التنعيم صلى ركعتين لله تعالى، ثم بعد ذلك يعقد إحرامه كأن يقول: اللهم إني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، اللهم فيسرها لي وتقبلها مني يا أرحم الراحمين. ثم بعد ذلك يلبي التلبية الأولى كما فعل في إحرامه الأول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبهذا يكون قد عقد إحرامه للعمرة. إن كان مرتديا لتبان أو مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام ينوي فدية عن مخالفته تلك، ينوي فدية عن مخالفته التي ارتكبها، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى مكة المكرمة ملبين ذاكرين الله تعالى. طول ثنية هم جايين من التنعيم من مسجد عائشة وهم يلبون كل ما اختلف بهم الحال، إلى أن يصلوا إلى المسجد الحرام فيدخلوه من أي باب تيسر لهم، فتنقطع التلبية كما فعلنا عند الدخول الأول، فيتوجهون إلى البيت العتيق، أقاموا الركن الأول الذي هو الإحرام في التنعيم، ثم يأتون الآن للطواف، يطوفون بالبيت سبعا كما أسلفنا الذكر، يبتدئوا في طوافهم من الحجر الأسود وينتهي الطواف عند الحجر الأسود سبعة أشواط بالشروط التي ذكرنا، ثم يصلون ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام أو في أي موضع من المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء، دعاء الملتزم، دعاء مقام إبراهيم، دعاء حجر إسماعيل، والدعاء مستجاب في كل وقت وحين والحمد لله تعالى. ثم يتوجهون إلى بئر زمزم أو ماء زمزم للشرب من ماء زمزم، والتضلع والدعاء وطلب الشفاء والري والبركة والعلم وحسن الخاتمة وري يوم القيامة كما أثر ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك يتوجه المعتمر إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة، علما وأن السعي بين الصفا والمروة هو الركن الثالث والأخير من أركان العمرة، وبعد تمام السعي سبعة أشواط كما بيناه في موضعه، يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة،
يستحب في شأنه أن يهرول بين الميلين الأخضرين، وهذا للرجال دون النساء، ويكثر من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، فإذا أتم سعيه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وبذلك يكون قد أتم عمرته. وهنا يتساوى المفرد مع أخيه القارن وأخيه المتمتع، حيث أتى كل منهم بحجة وعمرة. وأسأل الله لكم القبول يا حجاج بيت الله. ولسائل أن يسأل الآن: من حج واعتمر هل يجوز له أن يكرر عمرة أخرى، أن يأتي بعمرة أخرى؟ نعم، هذا جائز بفضل الله تعالى، وقد سنت ذلك لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال بعض أهل العلم أن العمرة لا تجوز في السنة إلا مرة واحدة، وأجاز كثير من أهل العلم ومنهم السادة المالكية وغيرهم من أهل مذاهب أهل السنة تكرار العمرة في السنة الواحدة، وخاصة للآفاقيين الذين يأتون من الأماكن البعيدة ومن البلاد البعيدة، والذين لا يتسنى لهم تكرار العمرة كل سنة، فهؤلاء يجوز لهم تكرار العمرة. فكيف يفعلون؟ كما فعل المفرد منذ قليل كما ذكرنا لكم، يخرجون إلى التنعيم إلى مسجد عائشة فيحرمون هناك، ويدخلون إلى الحرم يلبون، إذا وصلوا إلى الحرم المكي تنقطع التلبية، يطوفون بالبيت سبعا، ثم بعد ذلك يصلون ركعتين خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يشربون من ماء زمزم ويدعون، ثم يسعون بين الصفا والمروة، وبعد تمام السعي يتحللون بالحلق أو التقصير. يمكن أن يضيف الحاج لنفسه عمرة أو عمرتين أو أكثر. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم يا ضيوف الرحمن، وأن ييسر لنا ولكم يا ضيوف الرحمن، وأن يجعلني وإياكم من عباده المقبولين. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.